بسم الله الرحمن الرحيم. بالكورس الأول طبعا احنا أخذنا مجموعة مصطلحات الخاصة بمفهوم التكييف والتبريد بصورة عامة، ثم أخذنا مجموعة بروسيس، مجموعة إجراءات. هاي الإجراءات سواء أخذناها بطريقة المعادلات وكيف استخراج خواص الهواء منها، ثم انتقلنا إلى السايكومتريك تشارت، أخذنا مجموعة بروسيس، مجموعة إجراءات، وعرفنا شلون نمثل هذه الإجراءات على السايكومتريك، سواء سنسبل كولينج، سنسبل هيتينج، الهيوميديفيكيشن، دي هيوميديفيكيشن، سواء إضافة رطوبة، سحب رطوبة. ثم أخذنا الميكسينج وشلون نمثل الميكسينج، إذا عندنا ميكسينج بين تو شانلز، عندنا ميكسينج بين قناتين للهواء، يعني يدخل هواء من شانل بمواصفات وهواء من شانل آخر بمواصفات أخرى، لما يصير ميكسينج كيف نمثل النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة اللي تقع بين النقطتين. ثم أخذنا الروم سنسيبل هيت وعرفنا شنو الروم سنسيبل هيت، يعني لما عندك سنسيبل لود وليتنت لود كيف نمثلهم على السايكومتريك تشارت اللي هي عن طريق المنقلة الموجودة على يسار المخطط. ثم أخذنا بعد الميكسينج أخذنا روم سنسيبل هيت ومثلنا كيف عملية التسخين والتبريد كل الحالات سواء بإضافة أو طرح الرطوبة. موضوعنا اليوم هو لما تكون عندك منظومة، المنظومة ممكن يصير بيها تبريد، ممكن يصير بيها تسخين من أول نقطة إلى آخر نقطة، يعني سواء من سحب الهواء من الأتموسفيرك مروره على الكولن كويل، خروجه من الكولن كويل ممكن دخوله على ميكسينج. بعض الحالات ممكن أكو ميكسينج، ممكن ماكو ميكسينج، ممكن نسوي إعادة تيرن اير، ممكن نسوي إعادة تدوير لجزء من هواء الغرفة، ثم ندخل الهواء اللي المفروض نكيف به الغرفة وصولا للحيز المراد تكييفه. كل هذه النقاط أو كل هذه المنظومة كيف نمثلها من خلال السايكومتريك تشارت؟ يعني لما تكون عندك خواص، عندك غرفة تريد تبردها بمواصفات معينة تريد تبردها، كيف تحصل تسحب هواء وتمررها على ملف تبريد ثم وصولا لآخر نقطة وصولا للغرفة حتى تحصل على خواص الهواء المراد التبريد من خلاله. لذلك هنا راح ناخذ على شكل مثال، هذا المثال يوضح لنا كيفية تمثيل النقاط على السايكومتريك وكيفية إيجاد خواص الهواء بكل نقطة من نقاط مرور الهواء خلال المنظومة. عندنا ان اير كونديشنينج سبيس، عندنا هواء او فراغ يراد او حيز يراد تبريده، is to be maintained at 27 سيليزي دراي بلب تمبرتشر. عندنا غرفه وكانه غرفه، المفروض الغرفه تكون درجه حراره الهواء الجاف اللي خاص بيها 27، والار اتش اللي هي ريلاتيف هيوميديتي المفروض تكون 55%. The ambient condition درجة حرارة المحيط، يعني درجة حرارة الهواء الخارج داير ما داير الغرفة، كان 39 dry bulb temperature و 28 wet bulb temperature. مطيك sensible total sensible heat، هذا مقدار درجة الحرارة المحسوسة هي 120,000 كيلو جول لكل ساعة. أما latent heat هي 45,000 كيلو جول لكل ساعة. مطيك معلومة انه 60% 60% of return air is recirculated،